مدمن مخدرات. كنية مهيمن التي رافقته طوال عام بعد أن أدمن على تناول الحبوب المخدرة لتنبذه عائلته وسكان المنطقة التي يقطنها، ليتحول إلى شريد بلا مسكن أو أصدقاء. أنا مواليد 1995، متزوج وعندي طفلة، وعملي كان يعني عامل بناء. يوم من الايام تعبت، قلت له للاسطمات الخلفه، قلت له ساد انا بعد ما اقدر ارجع للبيت. فقال لي ليش؟ قلت له هيك وهيك، دا اتعب ما اقدر، جهد علي. فولد صديقي قال لي ايش بيك؟ قلت له ما اقدر، ما ادري. قال لي تعال وياي، خلى حبايه بحقي. رغم محاولته بعد أن تماثل للشفاء في أن يعود إلى أحضان العائلة وطفلته التي فارقها نتيجة إدمانه، إلا أن نظرة المجتمع لم تكن رحيمة بحال مهيمن، سوى صديق الطفولة ورفيق الدرب الذي أخذ بيده مساندا له ليعود بأفضل حال. أنا صديقي مهيمن كلش عزيز علي، يعني من الطفولة ودرسنا سوا، قلت لك اشتغلنا، بس اللي عز علي مهيمن يعني كان غير شيء، يعني كان ملتهي بالشغل، كل همه يعني أهله أصدقائه. فأكو فترة انتبهت على مهيمن، يعني اختفى يعني من المنطقة، اختفى، قام همل العمل مالته، همل عائلته، والدته، بنته خطية. بحسب مراقبين، فإن شريحة الفقراء غالبا ما تكون هي المستهدفة في تعاطي المخدرات ومن ثم التجارة بها، حيث تستخدم تلك الجهات هذه الفئة استغلالا لحالتها المادية المعدمة في ظل ظروف اقتصادية قاسية تعيشها البلاد. خسارة العائلة وتأنيب الضمير، حصاد ما جناه من ثمار الدخول إلى عالم الإدمان على المخدرات والممنوعات، ليتنقل من مكان لآخر هربا من أنظار العالم الدونية لحالته التي لم يتمكن من استعادة رونقها وهيبتها. ندى المرسومي من بغداد، التغيير.